هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء حيث أنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه فقط؟ نعم، إذا كان عليه حدث أكبر كالجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة ثم نوى دخول الوضوء مع الحدث الأكبر وأفرغ الماء على جسمه عن الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، فعمله هذا صحيح والحمد لله. نعم.